السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ومحمد، تقبل الله عليكم وطاعتكم. روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة، ويكتب لك بكل نفس تنفست فيه 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات. هذه الرواية تبين لنا فضل الجلوس في المسجد، وأن الجلوس في المسجد عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ومر عليكم ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: جلوسي في المسجد أو الجامع أفضل من جلوسي في الجنة، لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي. فإذا يبين أن الجلوس في المسجد عبادة وطاعة ينبغي للمؤمن وللمؤمنة أن ينتفع بذلك، طالما يكونوا جالسين في المسجد أن ينتفعون بهذا الجلوس. ولهذا حتى يكون البقاء مفيدا ويكون الجلوس فيه طاعة وفائدة، عليه أن يشتغل بما ينبغي أن يشتغل به في الجامع. ماذا يشتغل به؟ نكمل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، كل جلوس في المسجد لغو، يعني لا فائدة منه إلا 3، هذه التي يكون فيها الفائدة: قراءة مصل، يعني أن يشتغل الإنسان بالصلاة وبالقراءة بالصلاة، أو ذاكر الله، أن يشتغل بذكر الله عز وجل، أو مسائل عن علم، أن يكون جلوسه في المسجد طلب للعلم والتفقه. هذه الأمور 3 هي التي تكون فيها فائدة في وجود الإنسان، غير ذلك أي عمل آخر يكون لغواً، بل ربما يكون مفسداً، مو بس لغو لا فائدة فيه، مرة لا فائدة ولكن لا ضرر لا فساد، ومرة لا فائدة ومفسد. كيف يكون مفسد؟ كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجلوس لانتظار الصلاة في المسجد عبادة، ما لم يحدث، ما لم يحدث. شنو يحدث؟ يعني يخرج منه الريح؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم، مو يحدث الحرية. قيل له: وما الحدث؟ قال: الغيبة. ما لم يحدث يعني يصدر منه حرام، يصدر منه معصية. فإذا كمال الوضوء والطهارة البدنين واقض ومبطلات، أيضا لعبادات مبطلات، ومبطل العبادة في المسجد المعاصي، ومن أشدها الغيبة عاذنا الله. والنبي ليش ذكرها؟ لأنها من الأمور الابتلائية التي ربما يقع فيها الإنسان فيستغيب أو يصدر منه غيبة. إذن أيها المؤمنون، علينا أن نكون حريصين فعلا أن نستفيد من وجودنا في المسجد، إما بالاشتغال بالصلاة أو بذكر الله، بقراءة قرآن، بقراءة الدعاء، بالاستغفار، بالتهليل، بالصلاة على محمد وآل محمد، صلى على محمد.
أو بطلب العلم وتعلم المسائل.